اتولد في مصر لكنه هيشارك في كاس العالم. مصر بتغيب عن المونديال لكنها هتكون ممثلة بطريقة مختلفة. قرانك كول لاعب منتخب أستراليا دخل القائمة النهائية لبلاده بشكل مفاجئ. المهاجم صاحب ال 18 سنة بينحدر من أصول جنوب سودانية لكن عائلته لجأت لمصر علشان يتولد هناك، ولما بلغ 6 سنوات انتقلت عائلته للإقامة في أستراليا. كول هو أصغر لاعب يدخل قائمة كأس العالم لأستراليا على الإطلاق، وهو أصغر لاعب يمثل أستراليا عموما منذ هاري كول. شقيقه الأكبر آلو كول بيلعب في رديف شتوتغارت واختار تمثيل منتخب جنوب السودان. الغريب إن قرانك لما انضم لمنتخب أستراليا في سبتمبر 2022 ما كانش بدأ أي مباراة كأساسي مع فريقه سنترال كوست ماريانرز. كأس العالم مش هيكون الخطوة الكبرى الوحيدة في مسيرة كارانكل، لأنه هيروح الدوري الإنجليزي بداية من شهر يناير المقبل لما ينتقل لنيوكاسل يونايتد. اللاعب أثار إعجاب تشافي هرنانديز لما واجه برشلونة في مباراة ودية وقت ما كان عمره 16 سنة. تشافي مزح بعد المباراة إن دوايت يورك قال له إن قرانك عمره 16 سنة وإنه أكيد بيكذب عليه. وقرانك كول واحد من 3 لاعبين من أصول جنوب سودانية في قائمة أستراليا. الثنائي الآخر هو أوير مابيل لاعب قادش وتوماس دينج قلب دفاع البيركس نيجاتا الياباني، والاثنين اتولدوا في مخيم لاجئين في كينيا قبل ما يهاجروا مع أهلهم لأستراليا.